وعدناكم اليوم ضيفتنا وضيفتكم الحقيقة اللي شرفني لحضور متاعها في استوديو جوهرة FM اللي ترجع لأول مرة باش تحكي في وسيلة إعلام من خلال حوار مطول بعد غياب يظهر لي دام قربة العام ولا حتى أكثر شوية عن الحزب الجمهوري. مانيش باش نقول لأمينة عامة ولا صفتها ولا كذا لأنه اسمها فقط وحده يكفي باش تعرفوا أنها السيدة هذه موجودة بحذانا. مايا الجريبي اسمك وحده يظهر لي حكاية. مرحبا بك مايا الجريبي في استوديو جوهرة FM. عفو يعيشك زهير وبيك أكثر. أنا فرحانة برشا اللي بحذاكم. عندي أشهر عديدة ما فعلا كنت غايبة لأسباب قاهرة كما يقولوا وسعيدة برشا اللي أنا بحذاكم ومتشرفة برشا اللي أنا في الإذاعة هذية ومعك أنت بالذات زهير. يعيشك الشرف كله لينا. وقت اللي ماذا بينا نطمنوا الرأي العام الغياب اللي كان موجود المية الجريبي ما عادش نشوفوها لا في حوارات لا في التلفزة لا في الإذاعات. الحقيقة وين كانت مية الجريبي؟ علاش غابت الغيبة الكل؟ كثر الحديث اللي يقول مريضة واللي يقول فدت واللي يقول ما عادش عينها واللي يقول في عركة مع نجيب الشابي. حاسلو كثر الكلام. الحقيقة ما هي كانت مش موجودة. أولا ما فديتش ويظهر لي ما هوش سياسي ما هوش وطني اللي فد. شنو معنى يفد يا أخي؟ هي هواية لعبة هكا يعملها بالنفحة؟ ليه؟ هو حب هذا الوطن وخدمة هذا الوطن بكل ما أوتينا من قوة. ستون ميسيون معناها اللي واحد حاطت نفسه من أجلها. وبالتالي نطمن الناس اللي يسمعوا فيه راني ما فديتش ومانيش باش نفد ولن أكل قدرة ربي. اثنين علاقتي بنجيب الشيبي من أحسن العلاقات. رفيق درب سياسي نظيف يحب تونس يخدم تونس رؤيته واضحة كيف الناس الكل عنده معناها خصال وعكس الخصال كي عبد ربي الكل كماله لله. ولكن أنا من الناس اللي نعتز بعلاقتي بهم هو أحمد نجيب الشيبي. أونكور أون فوا نطمن الناس الكل اللي علاقتي في أحسن حال. أنا كنت مريضة الحمد لله لباس. ربما معناها لو فات أني نقول شنو اللي خلاني غايبة هي رسالة للناس الكل اللي تتعدى بالألام هذية وإلا بالصعوبة هذية. إن شاء الله قدرة ربي نقول لهم إن شاء الله لباس وإن شاء الله الروح المقاومة اللي عندكم تتغلب على المرض. احنا فرحانينك رجعت ورجوعك يكون من خلال هالحوار هذية. نعرف انك حتى وانت مريضة كنت تواكب في الأحداث وكنت تعرف شو قاعد يصير وشنو اللي مش قاعد يصير. قراءة عامة خلنا نبدأ بها شحوال تونس بالنسبة لما يجري باليوم. شوف اولا انا خلال المرض متاعي كنت ياسر مسنوده من طرف الاعلاميين. حاب نوجه لكم من خلالك انت نوجه لهم الكل كثير من الشكر والعرفان والامتنان والسياسيين والجمعياتيين وزاد التوانسه. مش لازم يكونوا ينتميوا لحاجه معناها التوانسه وقفوا معايا بصفه كبيره برشا. وللتندر انا توا كنت في ندوه وطنيه للحزب الجمهوري قلت لهم الحزب الجمهوري بالحق حزب عائلي. نعم حزب عائلي حزب العائلة حزب عائلي أي. لأنه بالحق حسيت روحي في عائلة عائلتي العزيزة الغالية اللي وقفت معايا الحزب الجمهوري بمناضليه بقياداته كانوا معايا بصفة كبيرة. طبعا عمري ما ننسى وقفت عائلتي البيولوجية معناها أساسي كلكو شوز اللي لو كان مش منهم راني مانيش أنا. تجربة معناها مهمة جدا تنرجع لها لكن تجربة مهمة جدا اللي خلتني نأكد على أن المنظومة الصحية في تونس في حاجة إلى إصلاح جوهري. أنا طول عمري منذ سنوات طويلة من قبل حتى ثورة نطرح قضية الحزب الجمهوري وأنا بالذات نطرح قضية الصحة والتعليم تنجيهم بعض الإصلاحات. لكن الصحة بدون إصلاحها بدون ما المواطن ما يتمتعش بخدمات صحية كما يلزم ما نجمش يحس بالكرامة. ماذا ما نجمش بلاد تتطور وتتقدم وتدعي أنها تحفظ مواطنة المواطن إذا كان الصحة ما تطورتش ما تحسنتش. والحق انت اكتشفت خلال الفترة هذه أنه الصحة ما زالت. أنا مش اكتشفت خاطر نعرفه وأنا إنسانة ابنة ميدان ونعرف وضع المستشفيات وكنت نزور وكل شيء. لكن يعني كنت في المعمعة في الفترة هذه وتحدث كثيرا كنت حريفة كنت هي حريفة أي أي. وكنت وتحدث برشا برشا مع الطاقم الطبي في كل المستويات من من عون النظافة إلى الباراميديكال إلى الطبيب إلى المدير إلى الإداريين. تحدثت برشا معناها وكلهم يشتغلون في ظروف صعبة نجم نقول عليهم اللي نحبوا معناها من نقد ولكن يشتغلون في ظروف جد صعبة وكنقولوا مهنة نبيلة بالحق مهنة نبيلة ونوجه لهم تحية خاصة ناس الكل الحقيقة ولكن أيضا بصفة خاصة من اختاروا
العمل في القطاع العمومي ومن يدافعون على القطاع العمومي بصفة خاصة في قطاع الصحة. إذا كان يطلع قطاع العمومي راه يطلع القطاع الخاص، إذا كان يهبط القطاع العمومي في الصحة المستشفيات الجامعية وغيرها راه بالضرورة يهبط الأوتوماتيك مول القطاع الخاص، وبالتالي دعم القطاع العمومي في تونس في الصحة هو راه دعم للصحة بصفة عامة، دعم للمواطن بصفة عامة، ولكن دعم للقطاع الخاص زادة. دونك هذه قوس تونس. دونك حبيت نقوله أني كنت مواكبة بفعل كثير من العناصر، ولكن بصفة خاصة عنصر القيادة متاع الحزب الجمهوري كانت بكثير من الأناقة تأخذ بعين الاعتبار وضعي صحي، ولكن الأخيان كانوا يمدوني وقت اللي ممكن يمدوني بالأخبار والتحاليل، ولكن أيضا بالمشاورات كنا نتشاور. ألوغ شنو هو وضع تونس؟ وضع تونس أنا نجم نلخصه في أنه مشي خطوات هامة جدا عمرنا ما يلزم ديما نحب نذكرها، حتى ديما الإنسان يشوف الشطر الكيس الفارغ. مشينا خطوات هامة جدا، عملنا دستور، عملنا انتخابات، عملنا مؤسسات ديمقراطية، وقاعدين ماشيين في الثنية هذيك متاع تثبيت المؤسسات الديمقراطية، عماد الديمقراطية والمواطنة. اللي الآن شنو هو التحدي ولا شنو هو المطروح علينا؟ هو الاستقرار، باش نستقروا باش نجموا نقدموا القدام، باش نجموا نوفروا الخدمات والأهداف والحق والأهداف اللي يستناها المواطن. زوج شروط الاستقرار هي تحقيق الأمن وهي النهوض الاجتماعي. هذو مسوز فيهم أمراض عميقة اللي كان ما نكونوش عنا الشجاعة باش نخزروا لبعضنا في عينينا ونخزروا لهم هما المشاكل كيما هما مش كيما نحبوهم احنا ونبعثوا على حلول لهم، معناه نحن في حاجة إلى حب تونس كبير وإلى خدمة تونس وإلى وضع تونس فوق كل اعتبار. وضع المواطن أيضا محور كل مشروع. هي تونس شنو؟ هي تونس هو الشعب في نهاية الأمر، هي المؤسسات متاعه، هي فعلا هي الشعب والمؤسسات. وبالتالي اللي يخدم تونس واللي يحب تونس بالضرورة باش يحط مشاريع تخدم هذا الأمر. لكن أنا أعتقد أن فما فلسفة، فما طرح سياسي، إما السياسيين يحطوا المواطن في محور المشاريع متاعهم وإلا يحطوا حساباتهم امتيازاتهم ما نعرفش برشا شنو باش يصوروا شنو ظهورهم رؤيتهم الى اخره. الحقيقه اللي قاعد يصير اليوم شنو بالضبط؟ ما يحس ماهوش خدمه المواطن انطوليكا، لانه قريب نغلقوا عام بعد الانتخابات. اسال اي تونسي قل له حسيتش اللي الامور تحسنت؟ تحسش اللي خاصه فما افاق؟ طيب هي الأمور صعيبة راهو، دور الحكومة ودور المجتمع الكل وتنجيل السياسيين والمعارضين الكل، ولكن طبعا المسؤولية الأولى تعود للحكم. دور الحكم هو مشروع يعبئ الطاقات الوطنية ويعبئ المنظومة الوطنية الكل. الشعب التونسي يتعبئ يا سيدي، كل اليد في اليد عنده مشروع ومشروع عنده أولويات، مش لازم تبقى عن 66 مشروع. أنا في رأيي فما أولويات، فما الأمن مسألة أساسية. أيوة أنا في جهة اللي الأمن فيها ضرب، معناها الإرهاب ضرب بقوة اللي خلى المسائل الأخرى الكل تدخلها. كيفاش نحكيه على تنمية؟ كيفاش نحكيه على حرية؟ وكيفاش نحكيه على مواطنة؟ استثمار وسياحة وشغل واستثمار وسياحة والكل واقتصاد يدور وقت اللي فما الإرهاب، وقت اللي فما الأمن ماهوش مستتب. دونك الشرط الأساسي الأول حتى بالترتيب هو تحقيق الأمن. لكن تحقيق الأمن ما يجيش فقط بإجراءات كل مرة نعمل ضربة، يجي برؤية شاملة، وهذا مش مليون قلناه، حنا أكثر من عام قلناه من يبدأ يضرب الإرهاب. مع الأسف الشديد فما قرارات كل مرة نضرب قرار لا نشعر أن فما خطة متكاملة لدعم الأمن، أسلاك الأمن الكلها والجيش في حربهم في حربنا وهما في ساحة الوغى هذاك على شنو في الإرهاب، على الإرهاب التدريب. وما نجموش نلومه راهو من يرتبك أو يتخلف ولا على خاطر الأمني تدرب على أمور أخرى. أقصى حاجة ستات أكل ألاف المؤلفة متاع ستات تدرب على أمور أخرى مش لازم نذكرها في عهد بن علي، وتدرب على الإدارة اليومية للحياة. ليه مقاومة الإرهاب تدريب خاص، عقيدة خاصة، وسائل خاصة، هذه في مستوى التدريب اللي هو بحر كامل. فما العدة والعتاد، توفير الاعتمادات لهذه، منين نجيبوا الفلوس، كيفاش تعبئة الطاقات تاع البلاد كلها باش نقتنعوا لازمنا نضحيوا من أجل الأمن. كيف نضحيوا من أجل الأمن؟ نضحيوا من أجل أنفسنا، من أجل أولادنا، من أجل مستقبل بلادنا. هذا الكل مشروع كامل. احنا شنو عندنا؟ قرارات متفرقه على بعضها
وعنا مؤتمر للإرهاب يحذر له، توا سمعت اللي هو في أكتوبر، والحقيقة أن يأتي متأخرا خير من أن لا يأتي، ولكن راه متأخر برشا. هذا يرى الكلام اللي نقول فيه، هو كان من المفروض يكون في سبتمبر، أنا في رأيي المفروض كان يكون عاجل قبل حتى سبتمبر، معناها يعني أما على النوع على الأقل في سبتمبر، توا تأجل إلى يبدو أكتوبر. لا توا سمعت، ولكن خبر يحتاج إلى تدقيق أنه في بداية أكتوبر. أنا حبيت نقول الكلام اللي نتقدم به توا هو لا يعني أن نستنقص من قيمة الإنجازات. بالنسبة لي معجزات اللي قاعدين يقوموا بها أسلاك الأمن والجيش معجزات. عمليات استباقية اللي أكيد ترتكز على عمليات استخبارية قوية. نكران الذات، استعداد للتضحية والتضحية بالفعل، وضربات موجعة جدا للإرهاب واللي رموز الإرهاب. أما احنا نحكيه توا سيدة مية جريبي، وتقريبا خلال 24 ساعة هذوما والجايين بيانات بالجملة قاعدة تصدر عن نقابات الأمنيين بمختلف أسلاكهم، احتجاجا على تواصل العمل بمنظومة 12 ساعة على 12 ساعة، وأيضا احتجاجا على قانون الإرهاب، وعلى أنه ما فماش منح خاصة، وعلى أنه ما فماش زادة خلاص للساعات الزايدة اللي يخدموا فيها. وقت اللي نقوله زادة 12 ساعة على 12 ساعة تعرفش معناها، معناتها الأمني جي يخدم 12 ساعة، يبدأ كما نقوله 7 على الصباح يكمل 7 على العشية، أما هو باش يبدأ 7 على الصباح ساعات تلقاه جاي من القروان باش يخدم في سوسة، معناتها راهو خارج على الأقل 4 على الصباح باش يدبر ستوب، خاطر ما عندوش فلوس مليح باش يجي في الترونسبور، دونك تلقاه ساعات يحاول يدبر ستوب وساعات درا شنو، معناتها ينجم يكون يخدم في 16 ساعة ويرتاح كان فك 8 سوايع. اليوم قال لك من عملية باردو لليوم وإحنا في نفس المنوال هذا، قال لك تعبنا، شوفوا حل آخر، راهو هكا قاعدين تنهكوا في القوات الأمنية أكثر منكم قاعدين تأمنوا في البلاد. فعلا سبحان الله، يعني البشر عنده حدود، مهما كانت عقيدته واستعداده وتدريبه وكفاءته الكل ما ينجمش يوصله، بالتالي هذه من المسائل التي يجب أن ينظر فيها بكل استعجال، معناها الأوضاع المادية بصفة عامة، القدرة البدنية، التكوين والتدريب، التغطية الاجتماعية، ولسماه الحزب الجمهوري في مقترحنا، عملنا مقترح منذ مدة طويلة جدا وقدمناه حتى للحكومة الحكومة الماضية، اللي هو رسالة من الشعب التونسي الكل أنكم في عيوننا، سميناه مشروع عيون الوطن. هو صندوق لدعم الأمنين، خاصة لدعم أبناء الشهداء والمصابين في عمليات الإرهاب. شو نقولوا راو كيف أنتم أصبتم أو لا قدر الله معناها بتولينا بيكم واستشهدتوا، راو بلاد كاملة حطتكم في عينيها وتتلهي بولادكم إلى أن يبلغون سن الشغل ويشتغلوا، معناها كل البلاد تاخذهم اون شارج. هذه من الرسائل المهمه اللي تتبعث انه الامنيين راهم ماهمش معناها بعاد على الديناميك نتاع البلاد الكل اللي تقف معاهم. طبعا من ساعات الشغل انا نشوفهم وانا نحكي معاهم، وحقيقه معناها عمل يتجاوز الطاقه الانسانيه، وبالتالي يرجعنا ان ننظر في هذا الامر. بعد الفاصل ان شاء الله نحكيوا انا وياك على قانون الارهاب اللي تم المصادقة عليه في مجلس نواب الشعب، وأيضا الجدلية الصعيبة اليوم سنعود إلى دولة البوليس من خلال هذا القانون، ولا البوليس بش يرجع فشخ فشخ كالعادة، ضحايا البوليس ربما والبعض الإخفاقات الموجودة في إطار هذية مشتبه فيه ندك تقون دخلوه حتى يدخل لغيبوبة، وساعات فمشكون حتى يتوفى على يديهم مالورزمون، والتعلة مكافحة الإرهاب. راجعين بعد الفاصل. نحن معكم في بوليتيكا، ضيفتنا وضيفتكم كما تعرفوا في حلقة اليوم الحقيقة اللي شرفنا حضورها مرة أخرى في استوديو جارة فهم السيدة مية جريبي عن الحزب الجمهوري. مية جريبي ترجع في حوار مطول نسبيا على الأقل من خلال جارة فهم. مية معناتها قلت لك فما معادلة صعيبة اليوم، هو من جهة نحب الأمن وندعم الأمنيين الشرفاء الكل أكيد، ولكن زادة من جهة أخرى متخوفين من أنه ترجع دولة البوليس، البوليس العنيف، البوليس اللي عنده ردة فعل ربما ساعات ما يقرالهاش حساب اللي توصل حتى للموت. قانون الإرهاب بيدو صار عليه برشا إشكاليات. ما يجري بي كيفاش تقرأ الموضوع؟ أي شوف، اللي يقول إرهاب يقول حاجة إلى الصرامة والقوة والسرعة في ردة الفعل القوية. ودايور نحب نذكر اللي احنا عبنا على ترويكا تراخيها في مقاومة الإرهاب، ونحب نذكر اللي برشا اللي قاعدين نعيشوا فيه توا جزء منه، مش كل شيء، لأنه فما أوضاع إقليمية وفما أوضاع داخلية تونسية اللي جزء منه سببه
فتح المجال أو غض الطرف أو التساهل مع تنامي الإرهاب والفكر التكفيري والخطاب الذي في عصر الترويكا. في عصر الترويكا. دونك ونفكر اسمح لي هنا نحلق وسيم في صافي أنت مع أنه حتى حد ما تحاسب من الناس هذوما على مسؤوليتهم المعنوية والسياسية والأخلاقية في تعاملهم مع الإرهاب. المسألة معقدة على خاطر أولا تحاسبوا لأنهم خرجوا من الحكم بعد اعتصام الرحيل، وثانيا خرجوا من الحكم نسبيا بعد اعتصام، مازال تحكم نحكي بعد اعتصام الرحيل يعني وقتها دفعوا ثمن تراخيهم في قضية في مقاومة الإرهاب. اللي حبيت نقوله أن احنا جست مع ابنا التراخي في مقاومة الإرهاب لأننا نطالب بكل صرامة، وخليني نقول بكل حزم، مقاومة الإرهاب. فما معادلة اي كي تقول لي بكل حزم معناها فما ضرب لحقوق الانسان، وما عادش موضع حقوق الانسان والحريات والمواطنه ما عادش في نفس المكان. نقول لا، ديما في نفس المرتبه، ونحن ننخرط في مشروع ديمقراطي يحفظ مواطنه المواطن، مش لتوا، مش لتونس، مش لينا، للاجيال القادمه. اليوم فما تخوف، خلينا نكونوا دقيقين، مازلنا مانيش انستالي في دولة البوليس والحمد لله، وانا متفائلة راني رغم كل شيء، لانه شعبنا رغم ما تعدى عليه مازال يقظ. والحقيقة ستجدوننا نحن وكل الوطنيين الشرفاء في مواجهة من يريد ان يجعل من مقاومة الارهاب مطية باش يرجع الاستبداد. أي. لكن التخوف في مكانه. نذكر اللي فما 8 منظمات غير حكومية، منها Human Rights Watch, ورابطة التونسية لحقوق الدفاع عن حقوق الإنسان، وعدد من الجمعيات ذات المصداقية وذات التاريخ وذات العراقة في موضوع الدفاع عن حقوق الإنسان، نبهت إلى إخلالات فعلا. من بينها مثلا نعطي an example، أنه المتهم نجم تمدد في مدة الاحتفاظ ب15 يوم، وهذا يذكروا به الإخوان اللي دافعوا على شيء هذا، بأنه صحيح على مستوى البحث البداية والكل نجموا معناها تعقد المسؤولية تعقد القضية الإرهابية والأمنية نحتاجوا أكثر وقت، أوكي، ولكن بدون أي ضمانة قضائية، بدون أي ضمانة وجود محامي. وهذا يفتح المجال أمام التجاوزات. دونك نقول المطلوب هو صرامة والقوة اللي نحكي عليها الكل، ولكن يقظة. احنا سنكون، وأقولها بكل وضوح أمام هذه التحفظات المشروعة، سنكون يقظين يوما بيوم أمام من يريد أن يستعمل مقاومة الإرهاب كمطية للدخول في تجاوزات أخرى. نحب نذكر هنا رأوا التجاوزات مش فقط أمنية، درينا منيش ما عنديش المشكل هذه، التجاوزات كعقلية. مثلا الجوقة اللي سمعتها تخوين، شو عليه تخوين؟ لأنه فما نائب في مجلس النواب مارس مش حقه، واجبه كنائب أنه وفق ضميره يرى أنه يلزم قانون لمقاومة الإرهاب، ولكن راني نتحفظ على خاطر فيه بعض البنود اللي فيها عندي شكل. يا لور، إما نحب وإحنا نرجع البرلمان بن علي تاع بني ويبي، هذا شي يحبوا يرجعونا. فرق تعرف بين بن علي وتوا شنو الفرق بين وقتها وتوا؟ إنه الرأي العام هو اللي ولا يحكي باللغة هذه اليوم. قل لك يا أخويا اليوم حاجتي بأمن، لا حاجتي بديمقراطية ولا حقوق إنسان ولا معارضة ولا هالناس اللي نهار كامل تخطب علينا في الراديوات والإذاعات. اليوم حاجتنا بأمن ونحب نرجع كما قبل. علاش التونسي أو بعض التوانسة الحقيقة مش جزء علاش التونسي طالب هذه؟ حاجته للأمن، لا يشعر بالأمان، لا يشعر بالأمن. هي رسالة للسياسيين، رانا متخوفين من تمادي الإرهاب ونحن نطالب بالأمن. السياسي يجيب، والخاصة من هو في الحكم، هاو برنامجي لتحقيق الأمن، ولكن راهو تحقيق الأمن يجيش بالمقايضة بالحرية. ونقول أنا دوري كسياسية أؤمن بالحرية وأؤمن بالديمقراطية، وأنه ما نجموش نقدمه، ما نجموش نقاوم الإرهاب إلا بالديمقراطية. أني أنا أتوجه لكل من يقول أني ما حشتيش بالحرية، قلوا زعما كيف أنت هيك الحرية مسك أنت، زعما حشتك بالحرية ولا لا؟ زعما كيف في موجة مقاومة الإرهاب يشتبه بك لسبب أو لآخر، يا سيدي ما سمعتش إشارة الوقوف ومشيت، يشتبه بك، ولما تقع تجاوزات
زعما تستحق محامي تو سويت يجيك وتكلم عائلتك ومعناها تتمتع بالضمانات والا لا. ما نتصورش تونسي يقول لي لا اقتلوني مثالش وتجاوزوا. دونك من هو في الحكم ومن يتزعم ومن يدعي الزعامه ومن يدعي انه هنا لانقاذ تونس وغير، واجبه ان يتوجه لدعم اكل الحاجات الباهيه. وشنو هي الحاجات الباهيه؟ التضامن، الاستعداد للشهادة، خدمة البلاد، لوكران الذات. يا أخي ما شفنا في ضربة سوسة كيفاش عملوا السلسلة البشرية. شفنا في كثير من المناسبات الشعب التونسي كي تقول له نضمن لك، معناها مخطط كامل لضمان الأمن وضمان الحرية والمواطنة، وتو نشوفوها المواطنة زادة حتى هي شغل وكرامة وكل شيء. سامش يقول لك ليه بتابع، يقول لك إيه. به بما انك رجعت لنا اليوم وبعد غياب اكثر من عام، الحقيقه انا ذبي نرجع بك بشويه معناتها حتى في التاريخ. ما يجري بك كيفاش قرات نتائج الانتخابات، النتائج اللي خلت الحزب الجمهوري بريسك مش موجود، وكانه فما درس يلزم نقراوه. الدرس هذا عند ما يجري بش كان بالضبط؟ هو يمكن خاطر انا كنت غايبه رجعت بيا خاطر ما عادش تو ما عادش الموضوع. لا هو بيني وبينك النتائج ما حللها حتى حد من بعد. فما زوز مستويات، فما المشاركه في الانتخابات، هي راي مقارنه بالبلدان الاخرى والبلدان الديمقراطيه تعتبر معقوله، لكن بالنسبه لبلد في انتقال ديمقراطي هذا هو بلد عمل ثوره وطيح نظام ويحب يعمل حكومه ويحب يعمل اخرى ويحب هو طيح نظام حتى يمارس السياده الشعبيه وبالتالي يشارك في القرار، مش يشارك في القرار ما يقعدش في داره. دونك فما تساؤل، واكثر التساؤل عندما يمس الشباب. الشباب هم من أكثر الفئات حسب الإحصائيات وعديد المكاتب الدراسات، هو من أكثر الفئات التي لم تشارك في الانتخابات. إيش معناها؟ معناها راني مانيش نشوف حل البلاد أو الثنية اللي باش نخرج منها، راكم ما قنعتونيش. ها خلاصة القول. دونك هذه رسالة أولى للسياسيين، وأعتقد الكل. أن كلنا على بكرة أبينا. والسياسة على كل حال، أنا الرسالة هذه على كل حال كحزب جمهوري وكما يجري التقطناها بأن الأحزاب التي لا تتشبب، وخليني أقول لا تتأنث لأن التشبيب والتأنيث عنصر تغيير، التي لا تستمع إلى شبابها واللي ما تتجرأش على التغيير الداخلي تونجيوه، راهي ما تكونش وصلتها الرسالة. أدعي أن الرسالة وصلتني. المسألة الثانية هي وقت كذبة كبيرة في تونس. سببها كذبة كبيرة في كذبة تونس. كبيرة أي اللي هي. سببها طرفين مش كونوا واضحين. من ساهم في تردي الأوضاع في قبل الانتخابات وأعني به حكم الترويكا. حكم الترويكا خلى الناس تفقد الأمل في كل معناها إمكانية تغيير، وأنه كل ما تعمل جبنا كان البطالة أكثر، كان استشراع المحسوبية في بينا باش اللي يحكموا هذوما باش نواجهوا الفساد والمحسوبية وكل شيء ولات أكثر. شافوا تنحاو طرابلسية جاوا ناس أخرين حطوا جماعتهم وهكذا دواليك، لا شغل ولا مواطنة حقيقية ولا فما الحرية الحقيقة هذيك، فما الحرية. دونك الحرية فما حدها ما تعمل شيء، هما لكاش قالوا ما توكلش الخبز. فكانت فما ردة فعل، يلزم هذوما يتنحى. جاء طرف آخر استغل قل هذا الخوف الكبير وهذه خيبة الأمل الكبير وقال فما فوت يوتيل التصويت المفيد ولا حاجة كمان هكي ومالي ما يصوت ليش أنا، راهو يصوت للخصم اللي عمل لكم واللي عمل لكم ولا اتترا. فكنت موجة عارمة، والناس اللي صوت أغلبيتهم اللي صوتوا بدعوة الفوت يوتيل ما كانوش ينتظروا أنه الفوت يوتيل بش يجيب لهم الطرف الذي يريدون إخراجه من الحكم. أمبوستور ما قلتهاش بالعربية. هالعملية هذه مسؤولين عليها كلا الطرفين اللي كانوا في الحكم وطوى في الحكم. والحقيقة بدأت تحط فينا في ثنية اللي هي مازلت طوى مع الأسف الشديد، واللي احنا في الجمهوري ناضلوا ضدها، هي تونس ضد تونس. تونس تقسمت، ما نحبش تونس تقسم منها، نحب تونس تعيش بأريحية التعدد. لهنا وقتها يقولوا لك ما يجري بي لهنا، علاش ما الجمهوري ما حدش يد في يد الحكومة وفي يد الائتلاف الحاكم. سنة قبل ما نوصل للائتلاف الحاكم فما احنا مانيش مع التخويفات اللي كنا نراو احنا ناس سياسيين ونعرفوا نستشرفوا وكنا متأكدين اللي باش يقع ائتلاف حاكم. المسألة الفوتوتيل ويزاد صوت معايا باش تخرج فلان الطرف الاخر من الحكم كان فقط للدعاية الانتخابية، كذبة انتخابية. انا قلتها كذبة. واحنا في الحزب الجمهوري نرفض
أن نكذب على المواطن. يلزمنا نراجع آلياتنا التواصلية باش نقولوا الحق ونوصلوا لنتائج انتخابية مهمة بيان ايفيدامون، لأننا كي ندخل الانتخابات نحب نربح بيان سور، ولكن مشروع أبدا ندخل الانتخابات على أساس كذبة أو على أساس معناها تخميرة شعبية هكا الناس الكل ماشي. شنو اللي طيح الثقة عند الناس في الحزب الجمهوري وخلى نتائجه هكا؟ أنا يظهر لي ساعة أولا الحالة هذه متاع الأحزاب الديمقراطية الوسطية هي حالة عامة تمس عديد الأحزاب مش الجمهوري برك، رغم اللي فما خصوصية الجمهوري تمس الأحزاب الكل، لأنه فما استقطاب بين طرفين كبيرين قطبين، وبالتالي النداء والنهضة. فوالا النداء والنهضة، وبالتالي ما بينهما لا ما بينهما فما افاق وفما لوبيال وفما اللي عملوا نتائج مش خايبه كمان، 7-8 كراسي و16 كرسي خير من كرسي كهو، خير من كرسي كهو، خير من 4 كراسي وخير من 6 كراسي. لكن توا احنا في التحليل العام التحليل العام النتائج تتسمى متقاربه حتى بعدد الاصوات، لكن المنظومه الانتخابيه هي اللي اعطت عدد الكراسي، عدد الاصوات ماهوش بعيد بعض. دونك لورينتاسيون جينيرال تاع التحليل هو انه الاستقطاب هذايا خلى انه ما نمشيوش نعطيو وزننا لبرامج تنمويه لمشاريع تنمويه لخصوصيه كل الاحزاب. انا الحقيقه نتفكر في الحمله الانتخابيه ونحب نحيي الناس اللي كلمتهم الكل في الحمله الانتخابيه ونقول لهم راني باش نرجع لكم في انتخابات ولا غير انتخابات باش نخدمكم وباش نواصل العمل المواطني والعمل الحزبي السياسي اللي انا نمل به. كانوا يقولوا لنا انه هما يشعروا، وانا نقول لهم عندكم الحق، لحزب الجمهوري حزب نظيف، حزب سياسي في العمق عريق، حزب ما يكذبش على المواطن، ولكن هم مرعوبين من عودة نفس المنظومة اللي خيبت لهم أمالهم، وبالتالي يمشي وراء من يعتقدون أنه قوي ومن يعتقدون أنه سينقذهم وينقذ تونس مباشرة بعد الانتخابات، خاصة وقالوا لهم راو عنا ما يشكل 4 حكومات. يا أخي قاعد برشا باش يشكلوا حكومة وبعد شكلوا حكومه وتعاركوا في بعضهم، ولينا نفس الوضعيه نتاع المحاصصه اللي عشناها في الترويكا، واللي عملنا حاله كما يقول بالتونسي باش ننقدوها. والاكثر من ذلك بعد تشكيل الحكومه وهذا ما ينقصش من النيه والاراده الطيبه مثلا لرئيس الحكومه سي لحبيب الصيد، ولكن احنا نحكي على منظومه بعد شافوا حكومه ماهيش متجانسه، كل واحد يخدم على روحه. الى حد الان لا يمكن ان نتحدث على فريق متجانس، فما فريق حكومي متضامن متجانس عنده نفس الخطاب وعنده نفس الوجه وخاصه نفس الاولويات ما لناهوش. هذا احنا نحكيوا عليه كسياسيين، لا اكثر من هذا. التونسي ما راهش مشاريع ملموسه، راه وجوه تلفزيه، راه تحرك في الميدان، بون هذا ايجابي، ولكن الى متى نحن نتحركوا في الميدان باش نسمعوا شنو هي المشاكل؟ التو ما تعرفوهاش مشاكل التونسي كان في باله انتم ما تعرفوها من وقت الحمله الانتخابيه، وبالتالي مباشره بعد الانتخابات باش تجيو ببرامج ملموسه مزمنه في التاريخ، ونعرفوا الاعتمادات منين باش تجيها ونبداو نخدموا. كان ينتظر، وانا شخصيا ننتظر واناظر من اجل ان تتوجد مقاومه التهرب الجبائي، سلاح جبائي حقيقي باش نجيبوا موارد للدوله، مقاومه الفساد. هذا مثلا شعار مقاومه الفساد ما عادش نسمعوه حتى كشعار، فما بالك كممارسه. التنميه الجهويه هي قامت الثوره على اختلال التوازن الجهوي، الشرخ بين الجهات، ما فما حتى مشروع في هذا الاتجاه. دونك فما مشكل انه بين الدعايه الانتخابيه وبين ما وصلنا له اليوم، مع اعتبار كل الصعوبات، كل حكومه تجي تلقى صعوبات، لكن المطلوب هو فتح افاق وابراز بريق الامل انه الاصلاح ممكن. به هذا به، ولكن زاد جزء من الراي العام اللي حكينا عليه وربما نعرفش وصلك ولا اثناء الحمله الانتخابيه وقت اللي كنت موجوده في الشارع وحتى من بعد، هو قالوا انه لو كان ميا جريبي بعدت على نجيب الشابي كانت النتائج ما تكونش هكا، الميا جريبي بالذات. نقول لهم يقولوا انه ميا ضرها نجيب. اي مسكينه ميا تسخف ضرها نجيب. شوف انا الناس ديما يقولوا هي كي نسمع لك نقول لهم يا اخي غريبه في هالبلاد تطلبوا منا ديما الوحده. والتآلف، انتوما طالبين احزاب باش تجتمع مع بعضها. وان مومون دوني نقدتوا الحزب الجمهوري، قلتوا ربما ما عندوش الروح التجميعيه، هو راه انبنى على التجمع الاشتراكي ثم الحزب الديمقراطي التقدمي ثم الجمهوري، الكل بعقليه الجمع الشمل. لكن ديما يلوموا فينا على هذا، يقولوا تجمعوا. وقت اللي شافوا زوز قيادات وطنيه
نجيب الشيبي وما يجري متفاهمين. وقت اللي شافوا حزب جمهوري متجانس بعد الهزات اللي عاشها والمشاكل اللي ربي يهديه اللي تسبب فيها لمصالح شخصية وذاتية توا مثالش توا تحب تقول شكون ولا اللي عاش؟ لا لازم لا انا ما نظرش ما نقولش نقصد التالي انا ديما نخزر القدام الروتروفيزور هذاك يساعدني باش نعدل خطوتي اما ديما نخزر القدام وقلبي كبير معناها نجم ديما قدرة ربي القدام دونك نقول لهم الناس اللي يقولوا لو بعدت مي على نجيب علاش نبعد وقت اللي انا نحمل نفس المبادئ نفس الرؤى نفس القيم نفس المسار التاريخي واكثر من هذا وقت اللي انا نرى في نجيب الشيبي السياسي النظيف الاستشرافي بلكش المبدا الوحيد اللي مقلق الناس في احمد نجيب الشيبي انه يشوفوه هو مش بعيد على منصب المرزوقي اللي حلمه هو انه يولي رئيس هذا اللي يراوه الناس اللي ما مش عند ما يجري بنتصور انها تحب تولي رئيسة علاش هو جريمة واحد يحب يولي رئيسة ايه ولكن مهما كان الثمن يولي جريمة يعني نجيب شيبي جريمة اخلاقية على الاقل نجيب شيبي عمره ما كان مهما كان الثمن لابروف ما هوش رئيس ترشح للانتخابات خاض حملة نظيفة تحترم المواطن قدم برنامج للتنمية ولتحقيق ما ينتظره المواطنون على كل المستويات وحسب الأولويات ودقق حتى الاعتمادات من تجيب إلى آخره ووضح كيفاش تكون علاقة تونس مع الخارج والسياسة الدبلوماسية اللي دايما نشوفوا ارتباك كبير جدا في الدبلوماسية التونسية قدم مشروع احترم المواطن لم يحظى بتصويت المواطنين وين نجيب واختفى وتقبل ذلك بكل ديمقراطية نجيب الشيبي موجود أنا شخصيا بتواصل مستمر معه اختفى عالميا فضل الابتعاد على الإعلام وأيضا على دواليب الحزب التنظيمية هو ما عندوش علاقة تنظيمية بالحزب الآن الحزب هو يشتغل لذاته نجيب الشيبي أنا شخصيا زعيم نعتز به مش كأنا ما يجري بجمهوري وإنما كتونسية يعني في كل المراحل تبع طول المراحل اللي مرت بها تونس التاريخ الحديث لتونس المحطات الصعيبة إلا ونجيب الشيبي كان في المقدمة لخدمة تونس دونك أنا ما نمنش اللي واحد يضر واحد ولا واحد يعمل ظل على الآخر تونس معناها تتسع للجميع وتخدم على روحها وهالقولة هذه بأنه بأي ثمن والكل تجاوزها الزمن وتبين اللي برشا ناس بأي ثمن هاكم نعرفوا كيفاش وصلوا وهم اللي وصلوا خاطر كان جاي بأي ثمن راه وصل مش موصلش واضح بعد الفاصل تنحكيو كيفاش يجاوب بالجمهوري اليوم على رسالة الناخبين ويجاوب بالجمهوري اليوم على اللي موجود في البلاد الجمهوري اليوم كيفاش باش ينجم يكون مستقبلا كيفاش ينجم يخوض ربما انتخابات بلدية ربما الانتخابات الجاية زادة والناس تحكي على انتخابات حتى رئاسية متقدمة إلى آخره نرجع للتفاصيل هذا كله بعد الفاصل يهمني رأي ما يجري بي في قانون المصالحة أو مشروع قانون المصالحة اللي يقترحه الباجي قايد سبسي في إطار تغييب لهيئة الحقيقة والكرامة هذا الكل راجعين له بعد الفاصل نرجع معكم في بوليتيكا بحثنا سيدة ما يجري بي الوقت يجري بالحق معناتها باش نبدأ يعيشك أما نحب نعرف توا إجابة الحزب الجمهوري على رسالة الناخبين ورسالة المواطنين ومستقبل الحزب الجمهوري كيفاش باش ينجم يكون شوف نحب نقول أنا دايوغ موجودة في جهة الساحل لأننا نعقد ندوة وطنية لإطارات الحزب الجمهوري تنظر في مسائل ثلاث الوضع السياسي العام وشنو هو دور الجمهوري كحزب وطني لخدمة البلاد والمساهمة الإنقاذ مما يتهددها من مخاطر لأنها تهددها مخاطر اثنين الآليات تسيير الحزب بما يجعله بالضبط يستجيب لانتظارات الناخبين انتظارات التوانسة بعيدا عن كل انتخابات احنا طبعا ماناش في وضع انتخابي وحتى بقطع نظر عن الانتخابات كيفاش يكون يلعب دوره خدمة للمواطنين التوانسة في هالظروف الصعيبة دونك فما آليات تسيير جديدة فما تو تشوفوها انتم الإعلاميين بشوية بشوية هي تعطيني سكوب على الأقل جرعات, جرعات تأنيثية وتشبيبية باش تشوفوا عدد من القيادات النسائية والشبابية باش يكون فما كثير من التواصل الداخلي وأيضا باش تشوفوا بشوية بشوية بتدريج سياسة تواصلية مختلفة لن نتغير فجأة لأننا نحن
نحل، ولكن أساليب عملنا مش تشوفوها أنتم، نعرفكم الإعلاميين الدقيقين، تشوفون أساليب جديدة أكثر عصرية أكثر حميمية أكثر تواصلية وأكثر تنوع في الوجوه اللي مش تكون معاكم في الإعلام. إن شاء الله أنتم عاد تكونوا منفتحين مش تقبلوا وجوه أخرى هاي الزوز ولا ثلاثة اللي مستمتعين. احنا يا نجيب الجابية يا الدمين يا ما يجري. أنا مرة إعلامي قال لي إجا معنا في بلاتو، قلت راني ما نجمش لي ظروف هكا وهكا، وقال لي ما لا انت ولا سي نجيب شابي ولا سي عصام شابي، اما راه ما نقبلش حتى حد اخر. قلت له ايه بعد نجيك للبلاتو وتقول لي الحزب الجمهوري اش بيه منغلق واش بيه مره واش كان فما زوز قيادات مستبده ومهيمنه وهي مهيمنه على كل شيء. قلت له انتوما تفرضوا علينا شيء هذا لانكم تحبوا الوجوه المستنسين بها وبعد تلومونا كيفاش فما كان زوز وجوه هي بارزه. دونك انا باش نعمل معاكم مفاوضات وباش نعمل معاكم يوم شريه باش انتوما باش تقبلوا الانفتاح على القيادات الشبابيه. دونك هذه جزء من الاجابه. كمل. وايضا تونس اليوم في حاجه الى هبه وطنيه لاعاده الامل في ان الخروج من هذا المازق او الازمه اللي نعيشوها ممكن. معناتها انت تقرا ان تونس اليوم في ازمه عميقه تستحق هبة وطنية. خلينا نسألك قبل القاعدة الحقيقة، الجمهوري اليوم وين؟ حزب معارض، حزب له وله، حزب في الحكومة ولا ناوي يدخل الحكومة؟ لا هو حزب ماهوش في الحكومة، الائتلاف الحاكم اللي قسم الحقائب الوزارية بين بعض نعرفوا فانا ظروف، هو قاعد يحكم في البلاد وإحنا نمارس المعارضة كما كنا دائما نقول للمحسن أحسنت، ولكن لمن يخطئ واجبنا الوطني نقول له راك أخطأت وراه ما هكذا تدار الأمور، لأني لو كان نواصلوا هكايا فماش إمكانية تتلموا مع الحزب الائتلاف الحاكم الموجود مثلا الهاشمي الحمدي ينضم بالطيارة أو قاعد يسعى إلى الانضمام ربيعينه هذاك خيار. احنا راهو مش حجزنا وين نكونوا في الحكم أي وقتش نعاودوا الحسبة باش نكونوا هنا ولا هنا. لا مشكلنا تونس كيفاش تنهض. تونس كان في 14 جانفي خرجوا المواطنين وخاصة الشباب وظنوا وعنهم على حق اعتقدوا أن هذه الثورة من أجلهم، كيفاش تكون هذه الثورة بحقيقة من أجلهم؟ كيفاش نحقوا مواطنة؟ كيفاش التونسي يعيش بأمان؟ كيفاش التونسي يخدم؟ كيفاش التونسي يأكل ويشرب ويسهر؟ المقدرة الشرائية جوستومون تكون في مستوى معقول؟ كيفاش ينعم بالصحة والتعليم في أفق اللي نحسوا اللي قاعدين نقدموا؟ كيفاش ينجم يخرج ويتفرهد والكل ويعيش بأمان في بلاد؟ هاي هو جسنا احنا في الحزب الجمهوري. كيف نراو كيما طوى ان النهج الحكومي الان نهج الحكم ماهوش ماشي في هذا الاتجاه، دورنا ان نمارس المعارضه التي تقول مش معقول نواصلوا هكا وها هو الحل. مال الهبه الوطنيه كيفاش تكون؟ جوستومون اليوم شوف اليوم بديناها دايوغ انه تونس في حاجه الى استقرار، تونس مهدده في امنها ومهدده في وضعها الاجتماعي، نحن في حاجه الى نهوض اجتماعي، ما فما حتى مؤشرات تدل على ان تونس موضوعه على سكه النهوض الاجتماعي. ما فماش مشاريع تنمويه حقيقيه وما فماش حاجه اخرى. هاو بدا المخطط 2016 2020 وخرجوا الوزراء البارح ولا البارح قاعدين ندوروا نحكي باسم الوزراء دوروا على الجهات باش نعمل التشاركيه. راهي التشاركيه مبدا عميق يجعل المواطن يشارك حقيقه. المشارك المواطن راه يشارك من 14 جانفي وهو يقول لك راني نحب التناقضات، معناها رد من هو في الامور المتناقضه. شنو هي؟ عندنا شرخ قاعد يتعمق بين الجهات، خليني نقول بين المراكز والاطراف. فما الشرخ قاعد يتعمق. هذه صحيت فيها حكايه المراكز والاطراف لانه فما مغالطه قاعده تصير على اساس انه الجهات الساحليه متطوره خير من الجهات الغربيه، لانه كما قلت انت وهكا هنا في الساحل يظهر لي وسط المدينه والمركز وكذا الجو يعمل يعني 66، كيف ما امشي 20 كيلو منا ولا 20 كيلو منا وادخل دغاغر تشوف شيء اكثر من القصرين واكثر من سيدي بوزيد ومعاناه كبيره. على شرخ بين المراكز والجهات مصطلح اخترته معناها عن قصد المراكز والاطراف. الشرخ قاعد يتعمق بين الفئات الاجتماعيه، استشراء الثراء بحلاله وحرامه وتحمق معناها الفقر الفقر. ثم ايضا هو كبيره بين من يريد لتونس ان تتقدم في طريق الحريه والكرامه والمبادئ الديمقراطيه وبين من يقول
يا جماعه راهو ريتو كيفاش الامور ولات. دونك قبل كان خير. شكون قبل؟ قبل بن علي. مش بن علي كشخص، الاليات الاستبداديه ووسائل اللي كانت تستعمل في السابق. هذا يا الشرخ ماهوش معقول يوصل للتطور ونهضه تونس. دونك دور الجمهوري انه يدفع في اتجاه هبه وطنيه جامعه قاعدتها. اش معناها هبه وطنيه؟ تعبئه وطنيه. احنا تو ماناش معبئين. وانا ديما نقول انه مقاومه الارهاب تمر عبر وحده وطنيه حقيقيه مش مغشوشه. خاطر نعرفها الوحده الوطنيه تاع بن علي كانت مغشوشه. لا لا جاوني حتى مش وقت بن علي، معناتها جاوني ديرنييرمون بعد الضربه بتاع سوسه مجموعه من السياسيين، شيء من نهضه، شيء من افاق، شيء من نداء، شيء كذا، ويحكيوا لي على الوحده الوطنيه وكذا. انا قلت لهم هذا اسمه ترهدين سياسي. والله هكا معناتها سيرونتين. يلزمنا احنا ما حشناش بالترهدين سياسي او ترهدين نتاع وحده سياسيه، حشنا بوحده بالحق. اي ما نحبوش النفاق السياسي. احنا في وضع اللي ما عندناش الحق باش نكونوا منافقين، باش نطرحوا المهمه كما هي. مقاومه الارهاب تستحق وتحتاج وحده وطنيه، وتحتاج شعب موحد كله عزم على مقاومه الارهاب، وشعب محبط ولا يرى افاقا ويرى سند دقيقه ويرى هالتناقضات قاعده تكبر ما ينجمش يقاوم الارهاب. دونك الحزب الجمهوري يطرح الهبة على قاعدة واضحة. جوست ما مش ما تكونش مغشوشة كما قلت أنت، باش نستعمل كلمة نفاق ألطف شوية بالترهدين. هي إعادة ترتيب الأولويات. كما قلت قبيلة ما حشناش بسبعين أولوية. الأمن، التنمية بتعبيراتها المختلفة، بمفهوم التنمية البشرية بتاع الأمم المتحدة، معناها التنمية المادية، إصلاح التعليم، إصلاح المنظومة الصحية، وإطلاق المشاريع التنموية. يقول قايل منين باش نجيبو؟ جوستومون يلزمنا هبة وطنية باش نعرفو منين نجيبو. أولا مقاومة الفساد، مقاومة التهرب الجبائي، والموبيليزاسيون جينيرال للتهرب الجبائي باش نجيبو. عمان سامحني باش نقاطعك، سامحني باش نقاطعك، لأنه الكلام هذا راهو عندنا برشا نسمعوا فيه، تقريبا نفس الكلام، أما ماناش نعملوا فيه. ماناش نرسوا فيه. وكل سياسي يجي يقعد على الكرسي هذاك يجي يقول نفس الكلام، ويلزمنا وكذا ومقاومة الفساد وكذا، ومن بعد يشد الحكم تولي حكاية أخرى. يفسر لي علاش؟ كي أنا خايف لا غدوة مية تولي وزيرة كذا تجي تحكي لي بمنطق آخر. أولا أنا ما نفسرلكش على خاطر يفسروا لك اللي هما في الحكم. اللي هما وعدوا وقالوا برامجهم واضحة وطرحوا قضايا التنمية، والآن يقولوا هنا باش نعملوا استشارة للمخطط. الشعب راكم استشرتوه برشا مرات، قال لكم أريد التنمية، أريد الكرامة، أريد معناها التطور لمختلف الجهات، ما عادش فما الاختلال في التوازنات الكل. أعطاك المواطنين والشعب والنخبة والمجتمع المدني، أعطاك التصور، المطالب نتاعو، وأنت عندك برنامج الآن مطالب بتجسيد ذلك البرنامج. أنا أعتقد أنه السياسيين مطالبين باش يحبوا تونس وباش يخدموا تونس وباش يخدموا المواطن. حاجة مهمة جدا نحب نجيها لموضوع الإرهاب. لو يقول قايل احنا قاعدين نطرحوا في موضوع التنمية، فما ناس تزيد تقول لك الأمن والمقاومة الإرهاب هي أولوية. فعلا أولوية، ولكن بدون رؤية شاملة تدرج موضوع التنمية بمفهومها الشامل في مقاومة الإرهاب، رانا ماناش باش نوصلوا. كان نجيبوا العدة والعتاد والكرتوش والدنيا الكل، راهو أعوان الأمن والحرس والجيش باش يبليوا البلاء الحسن، ولكن باش تقعد حاجة معشرة فينا. علاش؟ خاطر مع الأسف الشديد فما فكر، وهذا يعطيك الصحة، ويزنا نقولوها بكل شجاعة، راهو فما حاضنة وفما فكر يعني تكفيري متطرف متطرف عنيف، نسميوها اللي نحبه، موجود هنا وهناك. بماذا يتحدث؟ الأخطر من الفكر الموجود هو قدرتهم على استقطاب الضعفاء المظلومين واللي موجودين منهم برشا. شوف نقول لك حاجة، يلزمنا نقر مع بعضنا اللي هذه الظاهرة أصبحت اليوم عابرة للفئات الاجتماعية. صحيح. عابرة للأحياء، عابرة للجهات. صحيح. بالطبع التمركز نتاعها في الجهات الفقيرة، في الأحياء الفقيرة، في الأحياء المهمشة، ولكن الآن موجودة تستقطب هنا وهناك. شكون منا ما يعرفش عائلة ابتليت في أحد أو عدد من أبنائها فجأة تغير وكفر والديه وانطلق نحو سوريا وربما توفي هناك. شكون ما يعرفش
في عائلته ناس اللي بصفة أو بأخرى تتفهم يا سيدي، مش نقولش تتعاطف، هذا خطر لازم نقوله بصراحة. وأعتقد أن غياب الأفق هو اللي مع الأسف الشديد يطور في هالشيء هذايا، لأنه اللي يتصور أنه الإرهاب حاجة وافدة علينا ومعنا حتى شيء تربة لها، اللي يتصور اللي هي حاجة جديدة نيو واهب ولا يحب يوهم غيره. أنا نذكر عملية سليمان، شاه مسعود، العمليات الأخرى كل ديما نسمع في تويس، سجون بن علي كانت تعج بالتكفيريين العنيفين. أي دو بيان سور بعد الثورة الأمور تطورت، تردى برشا أشياء، ترديت دخول السلاح اللي راهو جاء في فترات متقدمة من الحكومة عام 2012، الوضع الليبي، الوضع الإقليمي، كثير من الأشياء، فما أشياء تتجاوزنا لأنه فما أطراف إقليمية لها مصلحة في تنمية الإرهاب، هذاك الكل أنا أقر به، لكن فما غياب الأفق. الفكر التكفيري هذايا أعطى إجابة مغلوطة تماما، متخلفة، نجم نقولوا عليها اللي تحبوا، لكن استهوات عدد من الشباب على المستوى الاقتصادي، الاجتماعي، الروحاني، الدنيوي. وفي المقابل علينا أن نقدم لهم مشروع، مشروع نعم روحاني أيضا، للتأكيد ونشر قيم التسامح اللي في ديننا، قيم التعايش، قيم القبوب الآخر اللي معناها في ديننا أحنا وفي قرآننا وفي سنتنا. ما يكفيش باش نسكر الجوامع، يلزم نصلح إصلاح عميق لتعاطينا مع المسألة الدينية بكل أريحية. هذا يقول لك هاني قاعد نعمل فيها، ما بشوية بشوية، ما عنديش العصا السحرية، مش عصا سحرية. فما المسألة الأخرى، خليني نعطيك الرؤية المتكاملة، الهبة الوطنية، مشروع أيضا فيه إصلاح التعليم. نعرف مش تدسويت، مش غدوة باش نصلحوا التعليم، لكن على الأقل نحطوا البلاد على السكة في تعليم تنويري يدرب على العقل النقدي ويدرب على التعايش وعلى أنه لست أنا الحقيقة المطلقة وليس الآخر الحقيقة المطلقة، ومع بعض توانسة ومسلمين وعرب نجم نخدم بلادنا. والإجابة الأخرى اللي مازالوا ينتظروا فيها التوانسة، ديما نعطي التصويرة أنا متاع الشاب اللي قرأ واخذ شهادة وعمره يكون 35 سنة ومازال يلوج على 5000 ولا 2000 من عند أمه اللي تخدم في الديار، باش يمشي ياخذ كابيسون يقعد الوقت كل في القهوة، تقول له شنو أفاقك؟ ما يعرفش شنو أفاقه، قرأ حلم أمل نقصة طموحه حرقة ولا مرة كبيرة قاورية باش يعمل بها الوقت. وهذه صحيح هي ظاهرة واسعة وعربية وشو، لكن كلهم حرق، كي اللي يحب يحرق يحرق بدنه كيما حرق البعزيزي وبرشا بعده، كيما اللي يحب يحرق يقول ويعرف روحه عنده 90% يكون تأكله الحيتان، واللي يمشي يرمي روحه في سوريا لمشروع آخر لا يمت لا إلى تقاليدنا ولا إلى ديننا بسلا. هذا يلزم برنامج أو مشروع متكامل يجيب على التساؤلات. نعرف اللي كلامك صحيح أنه مش عصا سحرية، لكن التونسي راهو صبوري والتونسي عقلاني والتونسي ينجم يتريث. أعطيه بريقة أمل، بيّن له اللي أنت محطوط على السكة، يقول له يا حكومة هاي أولويات. اسأل أي تونسي شنو هي أولويات الحكومة، شنو برنامج الحكومة، الحكومة شو باش تعمل لك؟ ما يعرفش. نحن في حاجة إلى تعبئة وطنية واسعة، موبيليزاسيون جنرال حول الأمن، الصحة، التعليم، التنمية الجهوية. هما يا سيدي، أي سيدي نحطوا اليد في اليد باش نخدموا، ما ندخلش في التفاصيل. أما فما حكاية زوتوروت، فما حكاية بعض المشاريع هنا وهناك اللي كي تنطلق بالحق نحسوا اللي فما بداية أمل. توا راهي الانتخابات عندها عام وما فما حتى بريقة أمل. ومش الانتخابات عندها، الثورة عندها 5 سنين، فماش بريقة أمل. بعد بالعكس وبعد نقولوا علاش شبابنا ضايع لهذه الدرجة. أنا أعتقد نحن كسياسيين ولكن الحكم محتاج أن يسائل نفسه حقيقة ماذا فعل لإجابة مقنعة لهؤلاء الشباب. هذاك علاش نقول نحن في المعارضة نحن ندعو إلى تغيير سياسات الحكم على أساس تغيير الأولويات وإلى هبة وطنية لدفع الحكم
في هذا الاتجاه. واضح. بعد الفاصل باش نرجع لحكاية المشروع المصالحة أو القانون اللي يقترحه رئيس الجمهورية واللي يثار جدل كبير، وأيضا ماذا بيا دوبنا نرجع بعد الفاصل نحب زادة رسالة إلى المعارضة الموجودة اليوم، إلى الناس اللي موجودة في المعارضة بهدف إسقاط الحكومة وبهدف إسقاط كل من موجود اليوم يحكم في البلاد. أتو نرجع للتفاصيل بعد الفاصل. معكم بحضنا السيدة مي الجريبي، نحكي في وضع البلاد والعباد. الحقيقة وصلنا إلى نقطة مهمة برشا. مساج منك للمعارضة، بما أنك في المعارضة ولحزب المعارضة الكل، سواء كان سيبيير ولا تكتل وإلا أي حزب موجود اليوم في المعارضة، حتى حزب التحرير، الحقيقة شنو هو المساج اللي تنجم تقوله للمعارضة؟ وأيضا نحب مساج من عندك في ختام هالحلقة هذه للاتحاد الوطني للشغل. شوف، أولا أنا معناها ما عنديش، عندي ما يكفي من التواضع باش ما نواجهش رسائل، نرجعها رسائل مساج وكهو معناتها مساج. فيكتيفمون انا اولا نوجه مساج روحي كمعارضه للحزب الجمهوري، انه اكثر عمل ميداني، اكثر قرب من المواطن، خطاب واضح، ودائما تونس فوق كل اعتبار. معناها كل الضغط اللي مارسوا فيه على الحكم ومطالبين باش يمارسوه على الحكم اليوم هو لتغيير سياساته في اتجاه الاستجابة لانتظارات المواطنين. وعندما نستجيب لانتظارات المواطنين نكون تقدمنا خطوات في مقاومة الإرهاب. خطوات، على خاطر فما خطوات هي مرهونة كما قلنا بالعدة والعتاد والأمور التقنية والاستراتيجية والإخباراتية وغير ذلك. دونك المطلوب برامج واضحة، رسائل معناها خطاب واضح، أكثر قرب من المواطن، ومقترحات عملية في اتجاه الحكم. هذا اللي باش تشوفوه من الحزب الجمهوري وقت اللي والمعارضة الأخرى، الحملات اللي موجودة وين البترول وغيره من الحملات اللي موجودة اليوم على أساس حملات معارضة. أنا مع الحرية ومع أنه كل طرف يمارس ما يعتقده صوابا، وأنا نعطي لنفسي الحق باش نقول نختلف معاه، نلتقي معاه، قد ألتقي وقد لا ألتقي. شوف حملة وين البترول التي تشيطنت، ولات أنا نتفكر بعد ضربة سوسة رئيس الجمهورية أول ما جاء في عود يقول يا توانسة راكم وحدين وراني أنا معاكم وقدامكم باش نواجهوا الإرهاب وأبدا لن يمروا، جاء قال لنا تعرفوش السبب ذايا، راي الامور فما ناس سببها وراو جماعه وينو البترول. دونك قاعد يصفي في حساباته كانه هو مش رئيس كل التونسيين وانما مجموعه ضد مجموعه. الحقيقه ما بهت انا بك الخطاب هذاك. دونك هشيطنا هذه ما فهمتهاش، نجم نتوافق معاهم او ما نتوافقش معاهم، ولكن ما فهمتهاش هشيطنا هذه، ربما في الاساليب ما اتفق، ولكن الحقيقه كل الشعار شنو نريد الشفافية. معناها تو هي ولات ان بو معناها ان بو كومون دير كاريكاتورال، معناها الحكايه ان تونس تعوم تحتها بير نتاع بترول وكل مش هذيك، لكن قمها الحمله راهي حتى هي ثورت حكمها الحمله هي نريد الشفافيه ونريد ان ال معناها التعامل الشفاف المطلق في الثروات الطبيعيه والوطنيه. والشعب عنده الحق، حتى لو كان قبلي خويا قول لي عليهم، والشعب عنده الحق باش يعرف. دونك انا معاه المطلب هذايا وبصفه عامه. طريقه الطرح السياسي زاد يظهر لي فما اطراف سياسيه لعبت مليح دور، هي هي حره في طرحها تشيطنها وانها تخليها تلعب لصالحها كمعارضه. وانا كيف من خرجتش معاها مش معناها نجم نخرج معاها ونجم نعرضها، مانيش ما عنديش نفس الخيارات وسورتو ما عنديش نفس الاساليب، ولكن هي حره موجوده تلك هي التعدديه والديمقراطيه. انا ضد الشيطنه وضد التخويف. مشروع المصالحه اللي يقترحه رئيس الجمهوريه اليوم، مصالحه مع الفساد ولا مصالحه مع مصالحه مع الجميع؟ اي مصالحه مع من معناها كانوا فاسدين والان قلنا العفاء كيفاش عفى الله عما سلف. انا اعتقد ان منهج غلط. تونس في حاجه الى انها تلم كل طاقاتها الاقتصاديه والتنمويه من اجل خدمه البلاد، اي وانه كل ما يعطل ذلك نسرعوا باش نتمكنوا من الانطلاق. اما التسريع مش بضرب عناصر اساسيه في الانتقال الديمقراطي. انت مع انه فما برشا مظلومين اليوم في الحبوسات في الاطار هذا نتاع ناس خدمه بن علي ومنظومه بن علي ودرا شنو، فما ناس قاعده تخلص، فما ناس كبش فداء اليوم في الاطار. انا ديما نقول حتى في عهد ترويكا فما ناس ما نعرفش كيفاش دخلوا للسجن، ما نعرفش كيفاش خرجوا. علاش دخلوا؟ ما نعرفوش، على خاطر لم تكن الامور شفافه ولم تكن في اطار قضاء عادل ومستقل واتسيتيرا.
وما نعرفوش كيفاش خرجوا. دونك تعاطي مع المساله كلها غلط، اللي يبدو انه مرتبط بحسابات سياسيه ومرتبط بمقايضات، تمول لي حملتي نطفي عليك الضوء في هذه الى اخره. طفي الضوء على الدوسي هذا، طفي الضوء على الدوسي يجب الكشف على كل هذا. اولا شنو انا قلت انه الاثنيه غلطه على خاطر تضرب لب الانتقال الديمقراطي. الانتقال الديمقراطي من عناصره الاساسيه العداله الانتقاليه، والعداله الانتقاليه راه احنا مانيش باش نجيبوها حاجه جديده. في البلدان التي عرفت انتقالا ديمقراطيا سليما وسلميا خاصه سليما وناجحا، هي اللي مشيت في الخطوات الضروريه، كشف الحقيقه، لازم نعرفوا الحقيقه باش نطويو الصفحه. نطويو الصفحه هكاك ما تتعاود الصفحه، يلزم المساءله نعرفوا باش جوست ما يكونوش فما مظلومين. هي العداله الانتقاليه تحمي المظلومين، تحمي تونس وتحمي المظلومين هيئه وايضا انا جيتك انا جيت وتحاسب الذين اجرموا بكل اشكال الاجرام وايضا نتصالح. والهدف نتصالح يا سيدي، احنا ماذا بينا نصالحوا الناس الكل، لكن ما نجموش نحرقوا المراحل. وفي حرق المراحل نجي هيئه الدستور نص عليها، المجلس التاسيسي صادق عليها وبدات تخدم بوتيره واداره. انا بدي ديما نقول لهم راكم وتيرتكم بطيئه جدا، ما نعرفكمش اش قاعدين تعملوا، قولوا لنا اش قاعدين تعملوا واسرعوا. لكن اخر ندوه صحفيه عملوها باش قالوا لنا انه الناس راضيين بهم، ما على شنو راضيين ما نعرفش. احنا ندعم هيئه الحقيقه جوهره اف ام، جوهره اف ام، الدنيا وما فيها.